على بركة الله. استجابة لمبادرة مهندس علاء، هكون موجود معاكم في بعض محاضرات كورس الإيزد 700، خصوصا الموضوعات ذات الطابع العملي واللي بتمس سوق العمل بشكل مباشر. الكورس زي ما عرفنا بيختص بالنتورك، وهو جزء من أجزاء كورس الأجر أدمنستريتور اللي هو الإيزد 104. فالناس اللي بتدرس الموضوعات دي لأول مرة أهلا بيها، والناس اللي درست معانا قبل كده الـ 104 أو الأجر سوليوشن أركتكت، رغم انهم درسوا الحاجات دي لكن بنصحهم يشوفوا المحاضرات دي تاني، وده لاني هشرح بناء على اخر تحديثات حصلت على اجر، وهستخدم امثله عمليه جديده غير اللي استخدمناها قبل كده، وده على سبيل التنويع. اول موضوع هتكلم فيه هيكون الفي بي ان سايت تو سايت، وشرحنا هيكون ديب دايف ابتداء بالجزء النظري اللي فيه البلاننج والاس كيو والافيلابيليتي وغيره، ثم هننتقل للimplementation step by step، سواء بقى الـ virtual gateway أو الـ local gateway أو كل ما يتعلق بهم وبالimplementation، ثم هننتقل لتنفيذ مشروع عملي حقيقي بين local data center حقيقية و Azure network. بعدها هنروح للـ VPN site to site design و high availability والـ best practice بتاعته، ازاي اختار صح في سوق العمل. ثم هنروح في الختام للترابل شوتينج، ازاي احدد المشكله لو قابلتني مشكله وازاي احلها، وهنختتم خالص بالبرايسنج بتاع الكونكشن. نبدا باجر في بي ان سايت تو سايت. علشان اربط ما بين اي اتنين نتورك في الدنيا عن طريق الفي بي ان سايت تو سايت، لازم يكون عندي هنا في الناحيه اليمين في بي ان ديفايس، وفي الناحيه الشمال في بي ان ديفايس. الـ VPN device على أجر اسمه الـ Virtual Gateway، اللي في حالتنا دي نوعه VPN Virtual Gateway. في المقابل الناحية الثانية الـ VPN device بيتسمى Local Gateway. الاثنين دول سواء الـ Virtual أو الـ Local بنكريتهم على أجر. الـ Local بيحتوي بيانات الـ device اللي في ناحية الـ Network الأخرى، و الفيرشوال جيت واي اللي من نوع في بي ان جيت واي على اجر بيحتوي الكونفيجريشن والبيانات الخاصه باجر، وطبعا ده كله هنعمله خطوه بخطوه. السايت تو سايت كونكشن احنا بنستخدمه علشان نربط ما بين اجر نتورك وما بين لوكال نتورك او اون بريمسز نتورك، او بنستخدمه علشان نربط ما بين اجر نتورك وكلاود اخرى زي اي دبليو اس مثلا، او ممكن نستخدمه علشان نربط ما بين في نت وفي نت اخرى موجودين على اجر، لكن السيناريو الاخير ده اللي هو في نت تو في نت بينصح ان احنا نستخدم الفي نت بيرنج وليس الفي بي ان سايت تو سايت. زي ما احنا عارفين ان الفي بي ان سايت تو سايت هو عباره عن فيرتشوال تانل. هذه الفيرتشوال تانل ممكن تقوم مستغله الانترنت، يعني مثلا الهوم بريمسز بتاعتي متصله بالانترنت، كذلك اجر كده كده متصله بالانترنت، فاحنا بنستغل عالم الانترنت ده في ان احنا نصنع فيرتشوال كونكشن ما بينهم. ممكن ايضا الفي بي ان سايت تو سايت يقوم على ديديكيتد نتورك، بمعنى ان انا ممكن اكون رابط ما بين الهوم بريمسز بتاعي وما بين اجر عن طريق اكسبريس راوت، ودي هندرسها بالتفصيل. الاكسبريس راوت ده كأن انا مديت بالظبط فيزيكال كونكشن ما بين الاثنين دول، اقدر فوق الفيزيكال كونكشن دي اقوم في بي ان. سيناريو مش مطروح قوي لكنه احيانا بيستخدم، خصوصا لو انا عايز اشفر طانل معينه ما بين الاون بريمسز وما بين اجر كلاود. زي ما اتفقنا ان الاجر فيرتشوال جيت واي اللي من نوع في بي ان هو بيربط في نت موجود على اجر بنتورك اخرى، فبالتالي في شويه اعتبارات لازم احطهم في اعتباري كده. الاعتبار الاول ان الفي نت اللي انا هكريت عليها او هركب فيها فيرتشوال جيت واي لازم يكون فيها سب نت منفصله بتخص هذا الفيرتشوال جيت واي. ادي في نت عندنا اهي، لو بصينا عليها نلاقيها متقسمه لمجموعه من السب نتس. لازم يتعمل سبنت منفصله اسمها جيت واي سبنت علشان يركب عليها الفيرتشوال جيت واي اللي هو الكونكتد ديفايس ده. يستحسن ان يكون السايدر بلوك الخاص بهذه
اما على 28 او على 27، ولو قلناه على 24 مش هيقول لا، بس ده ريكومند يعني. وكقاعده عامه السبنت اللي عليها الفيرتشوال جيت واي ما ينفعش يركب معاها اي ديفايس اخر، يعني ما تجيبليش في ام وتروح تحطها على نفس هذه السبنت، ما ينفعش. ودي قاعده عامه عند اجر فيما يخص اي سيرفيس تاج عندها. اي سيرفيس بتلعب في الراوتنج تيبل عند اجر هتلاقوها لازم تتحط على سبنت لوحدها وما تركبش معاها اي ديفايس تاني، وده منطقي علشان ترتيب الراوتنج تيبل. وكمعلومه على الطاير كده، الفيرتشوال جيت واي ده اصلا مايكروسوفت بتكريته ازاي عندها. هي بتعمل فيرتشوال ماشين بينزل عليها السوفت وير بتاع الفيرتشوال جيت واي، وكل ما يخص حضرتك التعامل مع هذه الفيرتشوال ماشين بتبقى عباره عن واجهه بسيطه اللي هي واحنا بنكريت الجيت واي كده، هي دي شويه الكونفيجريشن دول اللي انت بتشوفهم. ولو حضرتك ما فهمتش الكلمتين اللي انا قلتهم دول كاني ما قلتلكش حاجه هنا، لانك لا هتشوف الفيرتشوال ماشين دي ولا هتتعامل معاها، انت هتتعامل مع في بي ان ديفايس. واحنا بنكريت الفي بي ان جيت واي هنقابل نوعين من الفي بي ان تايبس، حاجه اسمها الراوت بيزد وحاجه تانية اسمها البوليسي بيزد، وهشرح لكم الفرق ما بينهم بالتفصيل الممل، بس خلوهم على جنب شويه. في شويه حاجات كده مرتبطه بتاثر على الفيرتشوال جيت واي، زي ايه؟ زي الاس كيو بتاعته. الاس كيو دي عباره عن مجموعه من الباقات بتحدد السرعه والليميتيشنز الخاصه بهذا الفيرتشوال جيت واي، وبتحدد سعره كمان، وبتحدد عدد الكونكشن اللي يقدر يستوعبه. هذا الفيرتشوال جيت واي لازم ياخد بابليك اي بي، فاحنا هنكريت له بابليك اي بي اثناء الامبلمنتيشن. ايضا هذا الفيرتشوال جيت واي زي ما اتفقنا هيركب على في نت وعلى سب نت منفصله خاصه بيه، ولازم يكون هو والفي نت جوه نفس الريجون وداخل نفس الريسورس جروب. واحنا بنكريت الفيرتشوال جيت واي زي ما اتفقنا هيقابلنا موضوع الاس كيو ده، وهتلاقوا الاس كيو عباره عن تو جينيريشنز، كل جينيريشن منهم عباره عن مجموعه من الفي بي ام اس كيوز مايكروسوفت بتوضحهم لنا على الويب سايت بتاعها في جدول. يعني مثلا تقول لك ان البيزك في السايت تو سايت من نوع في بي ان تو في بي ان تانلز يقدر يشيل لحد 10 ماكسيمم بتاعه 10 كونكتيف، في البوينت تو سايت لحد 128، البوينت تو سايت عن طريق الاي بي اي فيرجن 2 او الاوبن في بي ام كونكشن نوت سبورتد، الثروبوت بنش مارك اخره 100 ميجا بيت بير سكند. وخدوا بالكم هنا الموضوع ده اجريجيت، يعني اجمالي تدفق البيانات اللي يحصل عليه لكل الكونكشن اللي قايمه اخره 100 ميجا بيت، وهكذا. هنلاقي طبعا ان البيزك ده اقل اس كيو فيهم، ولا ينصح باستخدامه اطلاقا غير لو كنت مضطر، وهنشوف موضوع مضطر ده امتى. يعني الاس كيو زي ما بتاثر في تدفق البيانات وفي عدد الكونكشن بتاثر كمان في الافيلابيلتي اوبشن، وبتاثر في سعر الكونكشن. يعني مش كل الاس كيو هتلاقيها بتدعم الافيلابيلتي زون، الاس كيو اللي تلاقي جنبها كلمه اي زي اللي هي افيلابيلتي زون دي بتسبورت الافيلابيلتي زون، غير كده مش هتلاقيها بتدعم الموضوع ده. انا بعد ما بكريت الفيرتشوال جيت واي اقدر اعمل ريسايز واتنقل من اس كيو لاس كيو ثانيه، بس لازم يكون داخل نفس الجينريشن. وبما اننا جبنا سيره الافيلابيلتي تعالوا نشرحها. احنا قلنا ان احنا عندنا في الاس كيو مجموعه من الاس كيوز نقدر نختار اللي احنا عايزينه منها، ومن ضمنها الاس كيو اللي بتبقى مع عليها الاوبشن بتاع الافيلابيلتي زون. لو نزلنا تحت هنلاقي في اوبشن هنا اسمه الافيلابيلتي زون، في مجموعه من الاوبشنز. الافيلابيلتي زون علشان نراجع عليها بسرعه هي تكرار للسيرفيس داخل الزون بتاعتنا علشان يحصل حمايه ضد اي ديزاستر، بمعنى ان لو الداتا سنتر كلها فيضان وشالها هيبقى عندك السيرفيس بتاعتك قايمه لانها مكرره في اماكن اخرى. ونقدر نختار من هنا ان الانستنس بتاعتنا بتاعت الفيرتشوال جيت واي تتكريت اما في الزون واحد او الزون اثنين او الزون ثلاثه،
او في اوبشن تاني اسمه الزون ريداندنت. الفرق ما بينهم ايه؟ الزون ريداندنت ده اعلاهم في موضوع الهاي افيلابيلتي. ولو بصينا هنا على الدايجرام هنبص نلاقي ان حضرتك هيتكريت لك اكتر من انستنس، كل انستنس منهم بتمثل الفيرتشوال جيت واي بتاعك. طبعا انت في النهايه بتشوفهم على انهم انستنس واحد، بتشوفهم فيرتشوال جيت واي واحد، لكن مايكروسوفت بتكريت منهم اكتر من نسخه علشان لو واحده منهم وقعت الثانيه قايمه. بس في حاله الزون ريداندنت مايكروسوفت بتكريت كل انستنس بزون مختلف، فده حمايه اعلى عشان لو الزون كلها جرى لها حاجه بمحتوياتها بالداتا سنترز اللي جواها عندك زون ثانيه او ملك السيرفرز. خلاص. اما في حاله الزون الجيت واي بتلاقي ان كل الانستنس بتاعتك اتكريت داخل نفس الزون اللي انت اخترتها، سواء الزون رقم واحد او اثنين او ثلاثه. اثناء الامبلمنتيشن الخاص بالفيرتشوال جيت واي هنلاقي ان الجيت واي نفسه بينقسم لفي بي ان واكسبريس راوت. وقلنا ان احنا محاضرتنا النهارده بتختص بالفي بي ان والاكسبريس راوت، هنشرحه لوحده. الفي بي ان بقى بينقسم شقين، نوع اسمه الراوت بيز ونوع اسمه البوليسي بيز. تعالوا اشرحهم لكم بالتفصيل. قلنا ان الاجر فيرتشوال جيت واي بينقسم لفي بي ان تايب، والنوع الثاني اللي اسمه الاكسبريس راوت اللي هنشرحه لوحده. اخيرا الفي بي ان ده بينقسم لراوت بيز وبوليسي بيز. ركزوا معايا في الشرح هنا علشان الشرح ده على الدوكيومنتيشن بتاع مايكروسوفت هيلخبطكم. مايكروسوفت على الدوكيومنتيشن بتستخدم دايجرام في مكان غلط، انا عارف هم يقصدوا ايه لكن القصد بيلخبط الناس. اولا البوليسي بيز مش بيسبورت غير بروتوكول الاي تي اي فيرجن 1، مش بيسبورت بروتوكول البي جي بي على الاطلاق، ما فيهوش غير اس كيو واحده بس اللي هي البيزك. فانت غصب عنك لما هتختار بوليسي بيز مش هتلاقي غير قدامك البيزك اس كيو. مش بيدعم غير سنجل كونكشن، ودي الغلطه بقى اللي عند مايكروسوفت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان حضرتك لو عايز تعمل كونكشن ما بين اون بريمسز وما بين اجر، فانت هتكريت هنا فيرتشوال جيت واي من نوع في بي ان وهتربطه بأون بريمسز واحد. خلاص ده كده كومبليت، ما عادش ينفع تربطه بحاجة تانية. علشان تربط أون بريمسز 2 لازم تعمل هنا فيرتشوال جيت واي كمان. وهكذا. يبقى إذا الفيرتشوال جيت واي الواحد اللي من نوع بوليسي بيز هو سنجل كونكشن فقط. أضف كمان إن البوليسي بيز مش بيسبورت الديناميك راوت. فانت في كل الحالات لازم تيجي تعمل ستاتيك راوت هنا على الديفايس بتاعك اللي هو الفاير وول ديفايس الخاص بالفي بي ان اللي هتشتغل عليه، وتعدل في الستاتيك راوت ان اردت على اجر. اضف كمان ان البوليسي بيز مش بيعمل شيرنج للكونكشن. يعني لو افترضنا ان حضرتك عملت اكتر من في بي ان وربطت مع اكتر من اون بريمسز، فالاون بريمسز دول مش شايفين بعض لان الكونكشن ما بيحصلهاش شيرنج. امتى احنا بقى بنستخدم البوليسي بيزد كونكشن دي؟ لما يكون الديفايس بتاعنا اللي في الاون بريمسز ده بيعتمد على البوليسي زي الفاير وولز. لو حضرتك هنا في الاون بريمسز هتعمل في بي ان على فاير وول، فالبوليسي بيز هو المناسب، خصوصا لو كانت الفاير وول دي ليجاسي ديفايس مش بيسبورت غير الاي تي اي فيرجن 1. في المقابل بقى الراوت بيز ما فيهوش كل الليميتيشنز دي وهو الاكثر استخداما. اولا احنا بنستخدم الراوت بيز مع الفي بي ان ديفايسز اللي بتبقى عباره عن راوترز. الراوت بيز بيسبورت الاي كي فيرجن 1 و 2. الراوت بيز بيسبورت البي جي بي بروتوكول. الراوت بيز بيسبورت المالتي كونكشن، فانت تقدر عن طريق في بي ان جيت واي واحد تعمل كونكشن مع اكتر من اون بريمسز. الراوت بيز بيسبورت الديناميك راوتنج في حاله لو حضرتك فعلت البي جي بي بروتوكول. مش بس كده، في حاله انك لما تفعل مع البي جي بي بروتوكول بيحصل شيرنج ما بين الكونكشن دي وبعضها، لان بيحصل شيرنج للراوتنج تيبلز. طيب السؤال المهم، احنا قلنا ان الراوت بيز لما نيجي اعمل كونكشن هستخدم هنا ديفايسز من نوع راوترز، في بي ان راوترز،
طيب هل ينفع مع الراوت بيز استخدم ديفايسز من نوع فاير وول؟ قال لك اه بس بشرط. اولا لازم يكون الفاير وولز دي بتسبورت الاي بي اي فيرجن 2، وفي الحاله دي الراوت بيز بتاعنا دوت هيفعل جواه اوبشن اسمه البوليسي بيز تراك سيلكتور. كنا زمان علشان نفعل الاوبشن ده كنا بنفعله عن طريق الكلاود شيل، لكن هو حاليا اوتوماتيك بيقوم عن طريق الجي يو اي بمجرد انك بتختار الاوبشن بتاع الراوت بيز وتقوم كونكشن مع فاير وولز بتدعم الاي بي فيرجن 4 في الناحيه الثانيه. وخليني اوفر عليكم واقول لكم ان معظم المودرن فاير وولز والمودرن راوترز بتقدر تعمل كونكت مع الفي بي ان جيت واي اللي من نوع راوت بيز، لذلك هو الاكثر استخداما والاكثر شيوعا.